السلام عليكم أعزائي المشاهدين، أجواءنا الليلة مع الحرارة إلى معتدلة والرياح جنوبية شرقية خفيفة لمعتدل السرعة، تتراوح سرعتها بشكل عام ما بين 8 إلى 28 كيلومتر الساعة. أجواءنا الحالية في مدينة الكويت أجواءنا غامة جزئيا، الرياح جنوبية غربية سرعتها 5 كيلومتر الساعة. أما درجة الحرارة الحالية هنا في مدينة الكويت 36 درجة مئوية، لاحظ الرطوبة النسبية منخفضة 15%، أما رؤية أفقية جيدة تزيد عن 10 كيلومتر. الليلة أجواءنا تميل الحرارة إلى معتدلة واستمرار لرياح الكوس إلى متقلبة الاتجاه سرعتها بشكل عام ما بين 6 إلى 26 كيلومتر الساعة. أما درجات الحرارة المتوقعة في منتصف هذه الليلة مناطق الساحلية ما بين 31 إلى 34 درجة مئوية، زرنا الشمالية وأربع وبيان وفيلتشة ما بين 30 إلى 31 درجة مئوية. في مساء الغد أجواءنا حارة وأيضا استمرار لرياح الكوس قد تصل سرعتها إلى 40 كيلومتر الساعة، تنشط على فترات. درجات الحرارة العظمى متوقع نلاحظ ما بين 40 إلى 44 درجة مئوية. أما المناطق الوسطى من دولة الكويت ما بين 41 إلى 46 درجة مئوية. حالة البحر إن شاء الله خلال 12 ساعة القادمة خفيف إلى معتدل الموج وارتفاع الموج من 1 إلى 3 أقدام. المواقيت بإذن الله على حسب التوقيت المحلي مدينة الكويت، موعد أذان الفجر الساعة 3:19، موعد شروق الشمس الساعة 4:51، أما غروب الشمس في الساعة 6:39. الطقس المتوقع في مدينة الكويت خلال 5 أيام القادمة إن شاء الله أجواءنا راح تكون حارة، لاحظ أعزائي المشاهدين ارتفاع نسبي في درجات الحرارة قد تصل العظمى خلال أيام المقبلة إلى 44 درجة مئوية هنا في مدينة الكويت، ولكن متوقع أن تزيد عن ذلك في بعض المناطق الصحراوية والزراعية من دولة الكويت ما بين 45 إلى 46 درجة مئوية. لاحظ رياح الكوس ليوم الغد، ولكن مع بداية الأسبوع المقبل تعود الرياح الجافة الشمالية الغربية وراح تستمر معانا على فترات، نشاط الرياح موجود وأيضا فرص الغبار موجودة خاصة على المناطق المكشوفة، لذا دائما ننصح مرتادي الطرق السريعة أخذ الحذر والحيطة وأيضا الحداقة، نأجل أي نشاط بحري خلال الفترة القادمة لسلامتكم. بدرجات الحرارة الصغرى متوقعة ما بين 29 إلى 30 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين إلى هنا تنتهي نشرتنا الجوية، شكرا على حسن المتابعة، والآن ننتقل إلى الزملاء في الاستديو.